أضحى مبارك على الجميع. إحنا موجودين في سوق الحلال، وهالعنصر اللي موجود حوالي هو أحد أهم العناصر في عيد الأضحى المبارك. إحنا أنا وياكم رح نتعرف على سوق الحلال، رح نتعرف على أضاحي أنواعها وشو المواصفات الجيدة للأضحية. خليكم معنا. عمي ابو حسن، اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير عمي. الله يخليك. احنا وين موجودين؟ يعني كيف ممكن انا اميز الخروف؟ هل هو روماني بلدي ايش؟ اولا هاي المنطقه هي حددتها امانه عمان لبيع الاضاحي بمناسبه العيد الكريم. وبتعرف موزعين بسطات هون، في بسطات نحن طلعت لنا الموقع هذا، نحن حاطين خرفان رومانيه وخرفان بلديه. خرفان رومانيه زي ما انا مثلا ما بعرف اميز، كيف بدي اميزهم؟ الروماني هي بتلاقي له ذيل وحجمه تقريبا يعني بيكون اكبر من البلد جاي شوي. اللي ذيله طويل هو روماني. روماني. البلدي. البلدي هي واقف هناك، تعال اوريك. يلا نروح نشوفه. تعالوا معنا نتعرف على البلدي. ما فيش احلى من البلدي. البلدي طيب يعني، بس تظل دائما يعني كميته قليله. ليه؟ يعني انتاج عندك مش الناس كلها يعني متجهه كلها للروماني، الروماني سعره اطرى من البلدي. اوكي، لو بدنا نحكي مثلا على الاسعار، البلدي قديش ببلش والروماني قديش ببلش؟ البلدي يعني تقريبا بال 170 لل 200 دينار، الروماني من 150 170 165 حسب الذبيحه والضحيه اللي بدها تنشرها. والله سعره طري الروماني. طب لحمته طريه كمان زي سعره؟ لحمته طيبه جدا يعني، اللي بربي عنده بسمن عنده بكون عنده. نحن هاي الخرفان صرها من شهر رمضان عندنا وبعد رمضان بنربيها عندنا، وانت زي ما شايف الاوزان تبعها يعني كل اوزان ثقيله زي ما بيقولوها، مش اوزان خفيفه. داخلين على الاولمبياد. داخلين في عندي خروف بعمل سباق كمان فيه، بنط حواجز. هلا بنحط لهم كم حاجز مش شو اذا بدك بعت لك صورته وهو بعمل بحواجز. ربيته بمصطفى انت الخروف، كيف بركض مع المهره كان. طب اللي بدي اميز مثلا شغله ثانيه، اللي له قرون واللي ما له قرون ايش؟ اللي له قرون كبش بسموه، هذا كبش يعني، هذا قرون كبش، اللي ما له قرون بكون انساي خروف. عبورة بسموها، إنه هاي يعني للخلفة بتيجي. إنثاي اسمها عبورة. 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 ما بتكون إلها قرون. ما بتكون إلها قرون. تمام. إحنا عم نأخذ يعني ثقافة وبنأخذ معلومات عامة عن سوق الحلال. أهلا وسهلا فيكم عمي، شرفتونا. شكرا أبو حسن، كل عام وأنتم بخير. أهلا وأنتم بخير يا عمي، الله يعطيكم العافية. يلا نكمل جولتنا ونشوف الناس اللي جاي تشتري أضاحي العيد. مرقونة عادي يا جماعة. استاذ احمد ابو عواد، اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير سيدي. انت شو جاي تسوي هون سوق الحلال؟ سؤال عادي، روماني ولا بلدي وليش؟ سيدي هو عاده انا بصراحه جاي اخذ روماني مش بلدي، يعني عاده معروف في السوق دائما البلدي اغلى من الروماني، لكن مع التجربه الروماني حقيقه يعني هو بيعادل البلدي، لكن احنا يعني نطمح حقيقه من يعني التجار انهم يعني بالنسبه للاسعار يكون في حتى يكون في يعني منافسه للسوق المحلي، انه يحاول انه تكون يعني البلدي بموازاه الروماني، يعني يضعوا خطه يعني بعيده المدى في السنوات القادمه، انه دائما يكون في حتى في يكون منافسه، ما تكون اسعار فرق ما بين البلدي والروماني بشكل ملحوظ. كل عام وانت بخير مره ثانيه، واحنا راح نتركك تنقي الاضحيه المناسبه لنا. شكرا لك. شكرا شكرا. حسب الحديث الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام في مواصفات معينة للأضحية، أنا وإنتوا رح نعرفها من أحمد، بده يشرح لنا إياها واحدة واحدة وبالتفصيل. أحمد كل عام وانت بخير أول شيء. ما شاء الله خليك وانت بخير. لو بدنا نحكي إيش هي مواصفات الأضحية المناسبة؟ والله هيك لازم يكون قرون سليمة ماشي، عيونه تكون سليمة ماشي،
المغز هاي ما يكون فيه ولا جرح ولا بيعرج على رجليه ولا بيركز على رجليه بمعنى صح ماشي، يكون وضعه كله وفي نفس الوقت أخصي يكون بمعنى صح أخصي، ما يكون عبورة ويقول لك هذا يضحي، هذا عبورة ما بتضحي. يعني الأنثى غير الذكر، يعني الأنثى غير الذكر. تمام، الأنثى يعني ما بيتم التضحية فيها، ما بتزبط إن هي تضحية، لأن هذا أنثى بمعنى صح. ما بينفع إنك تضحية، يعني أضحية بس للخروف الذكر. للخروف الذكر. تمام، ماشي. في هاي اطلع على عيونه ماشي، اطلع على قرونه ماشي، والدنين لها علاقة كمان، والأذن لو إني مقطوعة ماشي لازم تكون سليمة هيك، ما فيها جرح، ما فيها دم، ما فيها الكلام هذا. تمام، ماشي بمعنى صح، ما يكون بيركز على رجله لأنه كده شرعيا ما بتزبط، يعني ما بيعرج. ما بيعرج بمعنى صح، يعني المفروض تكون سليمة 100%، مية مية فحص عشان ربنا يتقبل كل إشي. تمام، بس شكرا أحمد. يعني زي ما حكى لنا أحمد لازم تكون أربعة جيد. بدنا إياه يضحك عشان نشوف أسنانه. هاي يضحك. هيك كيف ممكن نميز عمر الخروف من أسنان؟ الخروف لما تلاقي سنه صغير وكله مسطرة واحدة بيكون خروف لسه أسنان الحالية ما بدلش، يعني لسه ما كمل السنة. يعني كم عمره ما شاء الله؟ بيجوز 7 شهور 8 شهور. 7 8 شهور، هذا مناسب للأضحية. المناسبة فوق 6 شهور. ولحمته بتكون طرية. لحمته ممتازة. تمام. لا منح أسنانك، شكرا لك. يعني مش عارف أنا شو بدي أحكي لك بصراحة، أنا عارف إنه جايك اليوم، تعال تعال خلص. خاف، حاسس شو اللي بيستناه هو. بعينه الله، معلش أنا قلبي معه. مثل ما بيقولوا اللي بيحضر السوق بتسوق، سوق الأضاحي مليء بالمواصفات والأنواع، وكل واحد بيجي بينقي الأضحية اللي بتناسبه وبتناسب جيبته، وكل عام وانتوا بألف خير.